بدنا صباح الخير وصباح الخير طبيعة الحال لكل المتتبعين ومتتبعات قناة شوف تي في من خلال هذا البث المباشر. أتمنى لكم الصحة والسلامة والعافية في هذا البث الآن من مدينة مراكش. اليوم يعني غادي نتطرقوا لواحد الموضوع اللي أثار يعني التساؤلات بخصوص ساكنة مدينة مراكش وخصوصا بعد العثور على يعني فتاة أو محاولة فتاة الانتحار من إحدى الطوابق على مستوى حي السعادة يعني خلف مرجان بمدينة مراكش. يعني تنعرفوا بأنه أغلبية ديال هذوك الشقق أو المنازل اللي متواجدة على مستوى حي السعادة أو الإزدهار أو الفضل اللي يعني المعروفة معروفة بأنه شقق يعني معدة للسهر لسهرات الماجنة ومعدة للدعارة. يعني وتنعرفوا بأنه أغلبية ديال يعني الفتيات الليل إن صح التعبير يعني اختاروا هذيك الاحياء باش انه تكون مستوطن او استقرار لهم لاستقطاب الزبناء بطبيعه الحال والباحثين على الهواء بصفه عامه. هذه يومين كان حدث اللي خلى فتح المجال لساكنه مدينه مراكش للحديث على هذه الظاهره خصوصا بعدما انه كان شنآن ما بين يعني جوج ديال الاشخاص يعني واحد عنده سوابق عدليه وفتاة من بنات الليل يعني كان شنآن وكان يعني الشجار ما بيناتهم يعني كان واحد الشجار بيناتهم يعني تسبب هذا الشجار يعني في تبادل الضرب وربما انه حسب البلاغ ديال ولايه الامن انه هذا السيد هذا يعني كان فعلا في شجار مع المعنيه بالامر قبل ما انه يعني خوفا او هربا من هذا الشخص هذا رمت بنفسها من احدى الطوابق على مستوى حي السعاده. وبالتالي كانت هذه النقطه التي افاضت الكاس بخصوص ساكنه مدينه مراكش بصفه عامه حول تشديد المراقبه. يعني كانت في واحد الوقت وخصوصا احنا مع راس السنه يعني لم يتبقى الا ايام معدوده على راس السنه يعني بقات شي 4 أيام او 5 أيام على راس السنه. يعني كانت في واحد الوقت يعني السلطات قررت انه يعني تحصي هذه المنازل المعدة للكراء ويعني وتم ملء بعض الاستمارات باش يعرفوا شكون هما هاد الناس هادو اللي تيدخلوا لهاد المنازل هادي يعني يعني تكون حالها كحال الفنادق او الميزون دوت بصفه عامه. يعني تتم ملء هذيك الاستمارات باش على الاقل يعني يعرفوا شكون هما هاد الاشخاص اللي تيولجوا هاد المنازل بطبيعه الحال وتيدوزوا فيها اللحظات ديالهم اللحظات ديال العاديه بطبيعه الحال. وهذه ظاهره ما يمكنش اننا نوقفها او اننا نتجاوزوها لان هذه ظاهره منذ زمن يعني من عهد الرسول صلى الله عليه وسلم. فبالتالي يعني ما يمكنش اننا نوقفوا الدعاره وما يمكنش اننا نوقفوا الامور هذه ولكن حنا تندويو على السلامه الامنيه على مستوى هذه المناطق بطبيعه الحال يعني حي سعاده والازدهار ويعني الفضل بصفه عامه. يعني خصها يكون واحد التشديد لا من طرف السلطات ولا المصالح الامنيه الدوائر الامنيه تكثيف يعني المجهودات باش انه يتم تحديد هاد المنازل وتحديد القاطنيه خصوصا انه الافارقه اللاجئين يعني من الدول الافريقيه اللي ولاو الان الان يعني القوملات لهذاك المكان يعني بخصوص لانه ولات الشقق متوفره بشكل كبير على مستوى هاد يعني هاد المناطق هادو ولا حي سعاده ولا الفضل ولا الازدهار. يعني ولات هاد الشقق متوفره باعداد كبيره وبالتالي تلقى حتى هذوك الافارقه يعني تلقاو مكان انهم باش انهم لاكتراء هذيك المنازل يعني وترويج المخدرات ان صح التعبير والشيء المخدرات والكوكايين وغيرها من الامور اللي خطيره. يعني ولات عصابات منظمه داخل هاد الشقق يعني من مغاربه وافارقه اللي الان العمل ديالهم يعني تمشي في هذا الاطار هذا يعني العمل فقط يعني من ترويج المخدرات وال يعني الكوكايين ويعني والحبوب الهلوسه وجميع الممنوعات وكذلك تسهيل عمليه يعني تسهيل عمليه يعني توفير الخدمات يعني جميع الخدمات بما فيها تسهيل يعني الدعاره على الناس اللي بغاو. وللاسف ولينا كما سبقنا وتناولنا هذا الموضوع
طبيعة الحال مع حقوقي، وتناولنا كذلك عبر مباشر أنه الآن ولاو الناس يتعرضوا للابتزاز ولا يتعرضوا للتهديدات، يعني يعني الأموال وسلب الأموال ديالهم، أموال يعني بايضة، يعني يعني ولا يتعرضوا للتهديدات باش أنهم مساومة، باش أنهم ما يوصلوش يعني كما تنقولوا للدوائر الأمنية، وما يعني ما يوصلوش أنه المتابعة القضائية، وما يوصلوش الأمور لا تحمد عقباها. فاليوم دفعنا لهذه الإشكالية أننا نطرحوا هذا الموضوع هذا وأننا نتحدثوا عليه بشكل كبير، لأنه هذه سنوات يعني كان الأمر صعب أنه الحديث عليه، ولكن من ظهرت هذه الظاهرة ديال أنه تجيبوا الأجانب ولا المغاربة بصفة عامة وتديهم للشقق وسط هذه الأحياء، يعني حي سعادة والفضل والازدهار، يعني ربما هذاك الشخص يعني اما يتعرض للابتزاز والتهديد ومحاوله القتل، ودائما هذا الشيء يعني تنتعيشوا، وربما انكم تتابعوا معنا خلال المقالات اللي تتناولوها ومن خلال الاحداث اللي تتناولوها، يعني حالات الانتحار الكثيره والكثيره جدا على مستوى هذه المنطقه هذه بصفه عامه. ف يعني اليوم يعني تنشوفوا بانه حنا تندعو على السلامه الامنيه على مستوى هذه الاحياء والمقاربة الأمنية، حيت نتعودوا على السلامة الأمنية والمقاربة الأمنية بهذه الأحياء، لأن الأمور تجاوزت جميع الحدود، تجاوزت جميع الخطوط، والأمر ولا صعب جدا، وقدر أنه يتجاوز يعني تولي من الصعب أنه تدخل لا ديال السلطة ولا المصالح الأمنية مع توالي الوقت، يعني مع توالي السنوات، يعني في ظل انه كما تنقولوا تزايد العمراني او تزايد يعني النسمه يعني السكان على مستوى الاحياء، بيولي من الصعب ومن يعني المستحيل انه التدخل على مستوى الاحياء والسيطره على هذه الظواهر بصفه عامه، ليس ظاهره واحده، على هذه الظواهر بصفه خاصه متتبعينا من خلال هذا البث المباشر. إذن الموضوع اللي ما ناقشناه لأنه فقط تنتلقاو إخباريات، تنتلقاو تساؤلات، تنتلقاو اتصالات، تنتلقاو يعني بهذه العبارة طلبات من طرف متتبعينا باش أننا نتحدثوا على مسألة اللي هي مهمة وهامة اللي تتهم مدينة مراكش. واليوم يعني تطرقنا لهذا الموضوع، الموضوع ديال حي سعادة والازدهار والفضل بما فيه يعني تنامي ظاهرة الشقق المفروشة المعدة للفساد بصفة عامة، وال يعني المعدة لليالي الماجنة، وربما أن تتحول هذه الشقق إلى ديسكو، يعني الملهى ليلي يعني للباحثين عن الهوى، يعني أو الباحثين على قضاء ليلة كما هو الحال، خصوصا حنا تنتكلموا على يعني أننا هذه الأيام على بعد بضع أيام من رأس السنة، فبالتالي الأمر ولا صعب وصعب جدا، والآن الأصعب وهو ظاهرة الأفارقة، يعني الأجانب، ظاهرة الأفارقة اللي الآن ولوا يشكلون عصابات أو مجموعات من اجل ترويج المخدرات يعني والممنوعات والكوكايين بصفه عامه على مستوى حي السعاده والفضل، وبالتالي هذه المساله ولات يعني تدق ناقوس الخطر على مستوى مدينه مراكش، والامر اصعب يعني لانه الان ولاو يعني هذه العصابات او المجموعات تتحكموا حتى في شؤون المواطنين، وتتحكموا حتى في شؤون الناس، يعني العائلات اللي ولاو تفضلوا الهروب انه بيع الشقق ديالهم، او تتفرض عليهم انهم الشقق ديالهم يحولون يعني كما تنقولوا النشاط ديالها من استقرار ديال العائله الى نشاط ديال الكراء. فهذه المساله خص مراجعه من طرف السلطات، المصالح الامنيه، ولايه امن مراكش، السلطات المحليه، لانه الامر يعني خصو السيطره عليه، خص المراقبه، خص المتابعه، حنا خصنا ندعو على المقاربه الامنيه على مستوى هذه الاحياء. تنتمنى من خلال هذا البث المباشر انه الرساله بكم ومنكم انها تكون وصلت للمسؤولين بصفه عامه متتبعينا من خلال هذا البث
المباشر على قناة شوف تي في. وقد أشكركم، شكرا لكم، صباحكم سعيد، إلى بث مباشر إن شاء الله آخر على قناة شوف تي في.